إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن لست خلون من شهر صفر لعام 39,400 في هذه الخطبة نتكلم عن بكاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البكاء أيها المباركون ذكر في غير موطن من كلام ربنا تبارك وتعالى، وجاء في غير موقف للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وابن القيم رحمه الله جمعا ما بين ما ذكر في كلام ربنا وما جاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما كان يعرف عند العرب، قسم البكاء إلى 10 أنواع، فذكر بكاء الخوف والوجل، وذكر بكاء النفاق، وذكر بكاء المشاكلة والموافقة، وذكر بكاء المجاملة، وذكر بكاء الخشية من الله تبارك وتعالى، وذكر بكاء الشوق والحب، إلى غير ذلك من هذه الأنواع. بكى في اللغة تدل على من سال دمعه أو استعبر، كل من سال دمعه أو استعبر يصح أن نقول بكى. والله تبارك وتعالى قد جمع لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رحمة القلب ومن الخصال الجميلة التي لم تكن في من دونه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله عز وجل قال في الذين يبكون من خشية الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عمر على المنبر قرأ هذه الآية فنزل فسجد وسجد الصحابة معه، فقال: هذا السجود فأين البكاء؟ إن الذين يبكون لضياع بطولة في دور أو كأس، أو الذي يبكي لأنه لم يلقى عشيقته عافانا الله وإياكم، أو الذي يبكي لضياع صفقة أو مال بينما يتلى عليه القرآن، فلا تجد له بكاء، ويظن أن هذا النوع من البكاء هو نوع خور وتصنع، فتجده يقذف في الذين يبكون من خشية الله عز وجل، ثم يرميهم في نياتهم
يقول لك هذا الإمام يبكي يتصنع، هذا الخطيب على المنبر يبكي يتصنع. متى شققت عن قلوب الناس حتى تحكم عليهم؟ والقلوب محل نظر الباري تبارك وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. ولذلك إن القلوب القاسية هي التي لا تعرف عيناها الدعاء. كلما قسى القلب كلما جمدت العين. لقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه له خطان أسودان من البكاء، وكان الصديق رجلا أسيفا لا يملك دموعه عند تلاوة القرآن. وفي مرض المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: يا رسول الله، إنه رجل أسيف لا يملك عينيه عند تلاوة القرآن. عجيب لهذه القلوب القاسية وهذه العيون الجافة من دموع في خشية الله أنها ينزل عليها القرآن فلا تتحرك. والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل يتجلى ويتصدع من القرآن خوفا وخشية ووجلا. وقلب ابن آدم القاسي والعياذ بالله، وقلب ابن آدم القاسي والعياذ بالله، تجده لا يتحرك عند سماع القرآن، بل لا يتحرك عند الصلاة، بل لا يتحرك عند نزول الآيات. إذن كان لزاما علينا أيها الفضلات أن نتجول في رحلة مختصرة، لا نستطيع أن نلم بكل هذه المواطن، لكن سوارا يحيط معصما واختصارا أولى من إسهاب وإطناب، وإيجاز أولى من عبارة، واللبيب بالإشارة يفهم. جاء في الأثر قال: إن لم تبكوا فتباكم. لابد أن تعلم نفسك أنها تبكي عند الآيات، تبكي عند سماع المواعظ. لا تكن قاسيا، لا تكن جلمود صخر حطه السيل من علي. لابد أن تتغير هذه الثقافات البائدة، أن نبكي عند مباراة كرة، أو أن نبكي عند خسارة فريق، أو أن نبكي على مشاهد من مسلسل أو من أفلام. هذا واقع، هذا حادث، هذا حاصل. لابد أن نغير هذه الثقافات المهترئة ونتعود كيف نبكي. إذن هيا بنا إلى هناك، إلى طابة، إلى طيبة، إلى دار مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى مأرز الإيمان. وأجمل منك لم ترق الطعين، وأفضل منك لم تلد النساء. عجز القصيد وهده الإعياء لما أراد مدحك الشعراء. فالوجه بدر والسمات مليحة، والنظم در والشفاه شفاء، وله الحوض العظيم وكوثر، وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال: اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. عن عبد الله بن مسعود الغليم المعلم الذي أخذ 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما كان يذكر النبي في حديث إلا وعلته العبرة وسالت فيه الدمعة، وليس دمعا يجري على الأسيل، وإنما هو لهج القلب والدماء تتفطر. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فاستفتحت سورة النساء حتى إذا جئت، أظن الآية 41 عند قول ربنا عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين
عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك، يعني توقف. وهذا فيه أن قول صدق الله العظيم بدعة، كما قال المحققون من أهل العلم. النبي ما قال له قول صدق الله العظيم، قال له إيش؟ قال له حسبك، يعني كافيك، توقف هنا. وبوب البخاري وغير واحد قول السامع للقارئ حسبك، ما في شيء اسمه صدق الله العظيم عند ختام القرآن. نعم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا على باب الخبر. قال ومن أصدق من الله قيلا، قال ومن أصدق من الله حديثا. لكن عند موطن ختم القرآن ما في أن تقول له قل صدق الله العظيم، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة توقيفية من مبتدئها إلى منتهاها. وها هو النبي ما قال له قل صدق الله العظيم، وما قال له صدق صدق يا ابن مسعود، قال له حسبك أي كافيك. قال فرفعت عيناي فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية تهملان، وفي رواية تهطلان. وكان النبي بكاؤه، كان النبي كما جاء في الصحيح يصلي وله أزيز كأزيز المرجل. بكاء النبي عليه الصلاة والسلام يكون بكاء مكتوما، ليس كما يفعله بعض الناس اليوم بهذا الصياح وهذا الصوت العالي. هذا كان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، أزيز كأزيز المرجل. هذا البكاء عند سماع القرآن، البكاء عند قيام الليل. جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي قام من الليل. أهل الليل أيها الكرام الفضلاء، الذي يسهر ساعات طويلة على وسائل التواصل، من مقطع إلى مقطع، ومن تغريدة إلى تغريدة، ومن واتس إلى واتس، أين حظك من البكاء في الليل مع الله عز وجل؟ أين حظك من تلاوة القرآن؟ عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام عند أهل السنن، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات، الفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر. وفي رواية، من قام الليل بمئة آية كتب من القانتين. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما نزلت في عثمان الأسيف الذي كان قام الليل بالقرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. تأخذ 9 ساعات لو جلست جلسة على القرآن، غير ليس هذا كهذ الشعر، 9 ساعات تختم فيها القرآن كله. وبعض الناس جالس على وسائل التواصل 90 ساعة، مو 9 ساعات، ماسك الجوال مثل الرضاعة في جيبه، ويك 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 ويك، دجاجة راحة ودجاجة جاية. حتى في المسجد في خطبة الجمعة ما ينسى أنه يفتح الجوال، حتى في المسجد يتابع كيف يسنب وكيف يرسل تغريدة. والمحروم من؟ والمحروم من حرم؟ هذه الثقافات التي نحن فيها الآن، عافانا الله وإياكم. أين حظك مع القرآن؟ لا شيء. لكن انظر إلى أغلب جوالات الناس، آخر ظهور تجده قبل دقائق، هذا مع الواتس. آخر ظهور لك مع القرآن متى؟ والسؤال لي ولكم ولكل محب لهذا الكتاب العزيز، ولكل محب لتلاوة القرآن وللبكاء من خشية الرحمن تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، فتقول عائشة يا رسول الله خلك نايم شوي، خلك جنبي. قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. الله أكبر، ذريني أناجي ربي. قالت يا رسول الله والله إني أحبك وإني أحب قربك. قالت فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ، ثم قرأ واستفتح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. العشر أواخر من سورة آل عمران. ثم قال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: فبكت حتى بل لحيته، ثم بكى ساجدا حتى بل الثرى، ثم أخذ يدعو، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل لمن قرأهن ولم يعمل بهن. عش مع القرآن، عش مع البكاء، عش مع التلذذ بمناجاة الواحد الديان تبارك وتعالى. قام النبي الليل يوما فقرأ قول ربنا عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكت. تعلم الصحابة هذا الخلق، فقامت أسماء، والحديث في الصحيح، تقوم الليل ثم تلت قول ربنا تبارك وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: فبكت أسماء بنت أبي بكر، الأسيفة بنت الأسيف، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، أول مولود للمسلمين في المدينة على سكنها الصلاة والسلام، عميت في آخر حياتها، كانت إذا جن الليل تقول لغلامها: أطلع الفجر؟ قال: لا. قالت: أغاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فتقوم وتتوضأ وتصف قدميها صلاة لله تبارك وتعالى. بمثل هذا رفع الله منارهم وأعلى أعلامهم ورفع ذكرهم وبشرهم بالجنان وهم يمشون على الأقدام. هؤلاء آبائي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. مواقف كثيرة في بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، نجعل منها جزءا ثانيا في الجزء الثاني من الخطبة: ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الآيات المقرعات من الزلازل والبراكين والخسف والمس. أنتم رأيتم في بعض البلاد الأمريكية لما نزل بهم في ختام سنتنا الهجرية 1438، نزل بهم ذلك الخسوف الكلي الذي ما مر على أمريكا قبل 100 عام، ثم خرجوا في الطرقات عراةً وجلسوا يأخذون الصور ويأخذون المقاطع. ماذا خلف الله عليهم بعد ذلك؟ إعصارين دمر كل ما فيهما. نسأل الله السلامة والستر والعافية. اللهم لا شماتة وعافنا امتليت به كثيرا من خلقك يا رب العالمين.
لكن لقد كان في قصصهم عبرة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الخسوف في عهده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين خرج يجر رداءه يبكي يخشى أن تكون الساعة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بكى النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بمن مات من المسلمين ومن مات من زوجاته ومن مات من ذريته الكريمة عليه الصلاة والسلام. بكى لموت خديجة وبكى لموت زينب بنت خزيمة زوجتاه، وبكى عليه الصلاة والسلام لموت إبراهيم ابنه. والحديث من حديث ابن معوف في الصحيح رفعه إليه وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما خسفت الشمس على موت إبراهيم وافق خسوفها موت إبراهيم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا يكسفان لموت أحد من الناس، يريد أن يبين لهم جانب العقيدة في حياتنا. حتى وإن كان المتوفى من؟ ابن النبي عليه الصلاة والسلام، مات عمره سنة ونصف 18 شهرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبكي لموته. بكى النبي عليه الصلاة والسلام لموت زينب وبكى لموت ابنتها أمامة، وصعد المنبر يوما وهو يتكلم عن ذلك الجيش الغازي إلى مؤتة بأرض البلقاء من بلاد الأردن، ثم أخذ وقال حمل الراية هذا الصحابي الجليل فقاتل ثم قتل زيد رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطر. قال ثم حمل الراية جعفر فضرب بيمينه فأمسك بيساره فضرب بها فمات، وإن له جناحين يطير بهما في الجنة. وحمل الراية عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل. قال فاستعبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل. بكى النبي عليه الصلاة والسلام عند زيارة القبور لما زار قبر أمه، والحديث عند مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. فبكى الصحابة لبكائه بكاء المجاملة والمشاكلة، فقال ما أبكاكم؟ قالوا رأيناك بكيت فبكينا. قال إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإن تذكركم الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. أغلب الناس أنا وأنتم حضرنا كثيرا من الجنائز، ماذا تجدون في المقابر؟ سواليف. الميت يقبر أمامهم ويسأله أعرست؟ بعت العمارة؟ اشتريت الشقة الجديدة؟ إيش أخبار السيارة؟ كويسة؟ ماشي معاك مضبوط؟ يا رجل هذا مكان لهذا الكلام؟ هذا مكان لهذا الكلام؟ كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يذكر بالجنة والنار فيبكي، وإذا ذكر بالقبر بكى بكاء أشد من الأول. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنه أول منازل الآخرة. إن صلح صلح ما بعده، إن صلح صلح ما بعده. أيها الفضلاء الكرام، هذه أحباب الكرام، إنما هي جولة سريعة في بكاء النبي عليه الصلاة والسلام وبكاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وينبغي للمسلم أن يأخذ من سمتهم ومن دلهم. قال ربي عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله تبارك وتعالى مني وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في أي الذكر الحكيم مبتدئا بنفسه مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأربعة الأخيار الصديق أبي بكر صاحب الغار والفاروق عمر المغوار
وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار وأبي السبطين علين الكرار، وعن ثامن العشرة المبشرين بالجنان والصحابة والتابعين وأمهات المؤمنين الكرام، وعنا معهم بإحسان إلى يوم ما ربنا آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أنزل علينا من بحر جودك البركات، وكفر عنا جميع السيئات، وفقنا لقول لا إله إلا الله عندنا، أحسن عواقبنا في الأمور كلها، نجينا من خزي الدنيا من عذاب الآخرة. اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا، من كان حينا طول عمره طاعة، ومن كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم رقق قلوبنا واجري دموع أعيننا، وارزقنا الخشية منك في السر والعلانية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب قاسي، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، نعوذ بك اللهم من هذه الدواهي الأربع. اللهم أتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا ونجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا البر والتقوى. اللهم اجمع بهم كلمة الإسلام، وعز بهم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل منا سؤله يا رب العالمين، وأعط كل صاحب حاجة منا حاجته يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا مغيث لها، فتغثنا وأجب دعاءنا، وارفع رجاءنا، واغفر ذنوبنا، ولا تجعل معاصينا سببا في انقطاع الفضل منك يا ذا الفضل والمنة والبركة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أن تدخلنا الجنة وأن تعيذنا من النار. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجو، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما لاح قمري وأورق عود.